سيدنا، عملوا المدرسة القديمة مخفر بالقسم الفوقاني للضيعة. حلو، بس هنن مو كتار كتير، يعني أكيد الرجال اللي معكم بكفوا وزيادة. تمام، عفارم عليك. يلا فرجينا الطريق لهنيك. ممكن نهجم من وراهم من جوات الضيعة، ما فينا. طيب امشوا يا مجاهدين. يلا من هون سيدنا. مشان ابني لازم أعمل كل شيء، ما عندي حل تاني. تفضلي. إذا بتريد في معي شوية أكل جايبتن لسيادة النقيب. أنا رح خبره، انتظري هون. طارق خير؟ شوفي ساعدني، سمعت عبود بده يهجم على المخفر. انت عن جد عم تحكي؟ شو قلت؟ هدي يلا، انت خليكي مع زيدان. يلا ماشي دكتور. يلا عفوا لو سمحت، وين غرفة سيادة النقيب؟ ليك هون. شكرا. سليمان ابني. خير اختي؟ بدك شي؟ لا يسلموا. وين رايحة؟ وقفي وقفي، عم قلك وقفي، جيبوها بسرعة. Ha ha ha!
دكتور طارق. يا ربي دخيلك. ديالا ديالا. تعالوا. هاي تعالى. عوصوا. الله أكبر. يلا نشوف عوصوا هالكفة. الله أكبر. الله أكبر. عوصوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا نهرب من هون؟ لا تاكل هم أبدا. لا يهدوا ونطلع من هون فورا. لا تلحقوا هون. يا ربي شو بدي ساوي هلا؟ الله أكبر. تعال مراد. خليكي قريبة. الله أكبر. دكتور طارق وينه؟ تحت الأنقاض. بس لا تخاف. أنقوا هون. رح سابق. إن شاء الله ما بصير شيء. سليمان ابني. الله أكبر. مستحيل. دكتور طارق. استني شوي للمواصل. يلا. يا ربي دخيلك. وين سليمان؟ اعطيني اياه. مين انت؟ هاتي ولا ابني؟ ما في اي شيء. هاتي. الله اكبر. دكتور طارق. دكتور طارق عطفاني. الله اكبر. يلا بكفي هيك. خلونا ننسى هيك يا جنود الله. بسرعة شوي. حضرة المساعد. نعم سيدي. الحقوهم. يلا يا شباب. من شان الله رد علي. دكتور طارق. تعال دور عليه. يمو هدول الحجار. دكتور طارق عم تسمعني؟ ساعدوني. ارفعوا هدول. يلا ساعدوني. يمو هدول. يمو هون. يا رب ما يكون صار له شيء. يلا بسرعة. طارق. دكتور طارق. يا علي شو عم تسوي؟ شو صاير يا شباب؟ طارق على الأرض تحت الردم. شو صاير؟ دكتور طارق. يلا انتبه على حالك. طارق. دكتور طارق. أخي. أخي. أخي.
جماعة دوروا مشان الله. طارق أخي حسان ابني حسان. طارق أنت منيح؟ طارق هات إيدك نشوف. حسان يلا هيك شيء. أخي أنت منيح؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا ربي. الحمد لله على سلامتك. أنت منيح؟ طمني ابني. أنا منيح طمني. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. كثير خفنا عليك. لا تخافي ديالا أنا منيح. أنا رايحة أشوف زيدان. أمي يلا روحي ارتاحي. وهي اطمنتي علي. أنا منيح. شوفي. لا. ما حذرت. بدي ضل جنبك. أمي أنا منيح. طلعي على حالتي. ما فيني شيء. يلا أمي. يلا. لساته المكان مثل ما هو. شو القنبلة وين فجرت؟ أنا بفرجيك يا خديجة. عم تهربي ها؟ هاي خديجة امشوا نلحقها يلا. ألف الحمد لله يا ربي. هاي ابني رجالي. شكرا يا رب. أمي أخواتي سامحوني. سببت لكم مصايب كتير. بس خلص رح روح أنا وابني سليمان منهم. ديالا ديالا وقفي شوي. شبكي فكرتوا يا نير مين رح يموت؟ صدقيني ما بعرف شو صار لي. خلص خفت عليك كتير. بكفي مرقت على خير. خلينا نحمد الله انه ما صار له شيء. لازم تفرحي مو تزعلي. لساتك بتحبي معي. مالك حق نرمين. ديالا أنا آسفة ما كان قصدي. شو هاي مالك حق؟ ليكي أنا بتمنى أنك تصيري مرت أخي. يلا روز روز بسرعة. شوفي أختي ليش عم تبكي؟ ما في شي عمر. روح على البيت. أنا منيحة. يلا روح. يلا حبيبي. يلا ديالا خلينا نروح على البيت مشان نغسل. يلا لشوف امسحي دموعي. يلا امشي حبيبتي. Oh, Lama, oh,
مع الأسف سيدي مات شهيد. الحمد لله على السلامة، منيح نفدت. تسلم. القنبلة هن فجروها؟ لا، مرة من التنظيم وقت المشكلة هربت. أنا رايح على المستوصف، بس يتعافى زيدان بسلمكن ياه، أكيد رح يساعدكن لأنه متغير كتير عن أول. طيب احمل الشهيد لجوا. حاضر سيدي. يا ربي لو ما تأخرت ما كان صار هالشي. ولا يهمك، أنت عملت اللي عليك. يلا رجع، ما تخليهم يشكوا فيك، وجودك هنيك كتير مهم. ما بتعرف شو ممكن يعملوا لك هالخونة، انتبه على حالك. معكن حق، انتو ادعوا لي، بس في شغلة أنا نسيت أعطيك إياها. هي الرسالة بعت لك إياها المختار. المختار هنيك؟ إيه، هو عند عبود. لا تسألني شلون لأنه ما بعرف شي. يلا يا جماعة رايح بخاطركم. روح الله معك. المختار عند عبود لكان. دكتور طارق، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طارق، محمود اللي بعته؟ والله ما بعرف، خايف كتير. برأيي لازم تفتحها، يعني أول على آخر بدك تقراها. طمنا، شو مكتوب دكتور طارق؟ بده ياني يزوج عبده وحنانة بأقرب وقت. شو؟ 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 وأخيرا وافق يعطيني بنته؟ ما بده حنان إنها تبقى لحالها، وعبده رجال قبضاي. يا الله، أنا بحلم ولا بعلم؟ والله يا جماعة ما عم صدق حالي. هلأ أنا كنت عرفان إنه هيك رح يصير، بس بشو أحلفكم لا تصدقوا؟ والله كنت عرفان. صارت لي أخي أيمن. طيب وين بدنا نعيش أنا وياها؟ ما قلت لي وين بدنا نسكن؟ أنا مثل ما بتعرفوا ما عندي بيت. لا يا، شو هالحكي هاد؟ بيت المختار منيح عليكم وزيادة أنت وحنان. لا شو عم تحكي؟ هذا الشيء مستحيل. هداك بيتها للبنت، معقول هالحكي؟ شو فيها يعني؟ عبدو شو فيها؟ وين المشكلة؟ هذا بيت حماك، خلص اسكن فيه. لا دكتور مالي موافق، هذا الشيء مستحيل.
يعني مالي حابب صير مسخرة بتم العالم، ما بدي انسوا هالفكرة، انا بدي أملها لحنان الحياة اللي كانت عم تحلم فيها. كيف بدي اسكن ببيت حمائي؟ ما عم تزبط معي، كرامتي فوق كل شيء، ما بيصير. مو مشكلة، بما انه ما في بيت فكمان انا قررت اني ما رح اساوي عرس. ولك شو هالحكي هاد؟ وهي ما رح تستنى لحتى يصير في عندي بيت. طيب عبدو، مدام ما بدك بيت حماك خود بيتي، البيت تبع زينب يعني. معقول هالحكي عن جد دكتور؟ مالي عم صدق. أنا ما فيني أقبل بهالشي هاد. ليش عبدو؟ هاي أنا ما بقرب لحنان. البيت رح يكون هدية عرسكن. دكتور طارق، مدام هيك أنا رح أخبر لحنان قبل ما يغير رأيه. لازم أعمل العرس فورا. دكتور فينا نروح نشوف البيت هلأ؟ من بعد إذنك يعني، بدي أعمل لها مفاجأة. هلأ بس يجيب المفتاح يا عبدو بيعطيك يا. يلا جهز حالك وتعال لروح معك. متأكد؟ طبعا. يلا يا ربي. زيدان هرب. دكتور أنا حبيت ديالا، حبيتها كتير فوق ما بتتخيل، وأول مرة بحس إنه في بقلبي رحمة. وأحلى شيء أنها غيرتني، خلتني حب الدنيا وأتعلق فيها، والحب نصيب. ما بعرف إذا هي حبتني، هالشي ما بيعرفه غير الله. ما بعرف كيف بدي أتشكرها، خلتني أتقرب من ربي. قلبي عرف الراحة، زيدان أول راح وكأنه صرت واحد تاني. بس لازم تعرف أنه هي بتحبك كمان. اتجوزها يا دكتور، نصيحة، وبدي أعتذر منك عن كل شي ساويته فيك من زمان. أنا بعرف إنه قلبك طيب ورح تسامحني. Lori kamen tu dermane.
dilemini lorikamın 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 tu dermanı dilemini مروان لوين رايح؟ وقف عندك نتحاسب بعدين. زيدان انت لسه ما متت؟ لسه واقف قدامك. هلأ صار وقت حسابي معك، رح تندم. بعد هيك الوضع صار بإيدي أنا، مهمتك خلصت. بدي احكي كل شيء ورح اكشف حقيقتك. ماني فاضي لحكيك هلا، مستعجل، عندي شغل، عم لاحق فرارية. بتضلك عندي، خلي حدا غيرك يلحقها. يعني بدك تضل معي، في كثير امور بيناتنا بدنا نحلها. وقف، اوعك تقرب عليه. حاج بقى بكفي اللي عملته في حضرتك. ما رح خليك تقرب عليه، انا رح وقف بوشك، بعد عنا احسن لك. تحرك انت وياه، جيبوها يلا. لا تخاف حبيبي، انا معك، انا معك. بس معقول يضل قاعدة هون بهالمكان؟ خايفة اطلع من هون بيمسكونا. يا الله، يا ريت لو كان احسان معنا. لا تخافي، رح لاقي لك بالمغارة اللي بوادي شيروان. بعدين رح ناخذ الولد ونهرب من هالمكان، ما هيك؟ ايه. لا تخاف حبيبي سليمان، أنا ما بطول، رايح أجيب عمك إحسان وأرجع، ما بتأخر، بعدين بيجي باخدك ومنروح من هالمكان. بكرة رح تكبر وأفرح فيك وشوفك رجال، ستك اشتاقت لك وبدها تشوفك. حبيبي ما بطول عليك، الله يحميك ويبعد الأذى عنك. Lord,
تو درمان دل منی. عبدو أنا زعلانة دكتور كتير مقهور. بعد وفاة الأنسة زينب هي أول مرة بيجي بيقعد بهذا المكان. الله يكون بعونه على اللي صار. قلبي عم يتقطع عليه بتعرفي؟ إن شاء الله أنا وياك نضل مع بعض وما نفترق أبدا. آمين. حنان كيف لقيتي للبيت؟ إن شاء الله عجبك. تعي شوفي تعي. عجبني ما في منه خلانا نسكن فيه. شايفه شو حلو؟ اي والله بياخذ العالم خصوصي هي الغرفه. لسه ما شفت الغرفه الثانيه. بدي احط لساني بهذا المكان. زينب ما بعرف شو بدي اعمل. وضعي صعب كثير. ديالة من جهة والضيعة من جهة. طارق طارق خير أيمن؟ عمر آغا إجا شفته واقف برا مع يوسف عم يحكي بده إياك مشان يحكي معك. صلحوا كل الأضرار بسرعة. أمرك سيدي. مرحبا سيارة النقيب. الحمد لله على السلامة. أول ما عرفنا أجينا دغري لعندك. ما في داعي تعذب حالك. لو فيهم شرف ما كانوا عملوا هالشي هاد. لو لحقتهم أنا قبل ما يروحوا كنت خليت الشباب يمسحون على وش الأرض كلها. هالمرة هربوا منا. شو صاير معك؟ ما صاير شي. كان صايب حاله بالغلط لهيك جبناه لحتى الدكتور يجي يطمن عليه. صدقني هذا اللي صار. ما تشغل بالك بالقصة. شو جاي تسوي هون؟ شو لسه بدك؟ سيدي خليه يتركني. دكتور كي شو اللي عم تخططه هاي المرة؟ شايف كيف عم يتهجم قدام عينك؟ خلص بقى اتركه. بسيطة دكتور. يعني حتى لو كنت رئيس الحرس هالشي ما بيأثر لأنه الناس بتعرف حقيقتك. دكتور
في واحد من الحراس منصاب، بدنا نتطمن عليه. دكتور طارق، دكتور طارق، في عنا مريض. طيب ديالا، أنا جاي فورا. قوم خليني أشوف جرحك. أنا بدي حاسبك على كل شي صار. حل عنا، رح نتواجه. روح منوشي، يلا امشي. أغا، أنا لازم روح الضيعة فورا، لازم أعزم الناس وما أتأخر، ماشي؟ فيك تروح طبعا، خلص شغلك كله، ما في داعي تسألني مرة تانية، يلا روح. هالضلالي هاد. كيف صحتك دكتور؟ أهلا دكتور طارق، هدي حالك شوي. معك حق. لازم أعرف بأني مكان، ما عندي حل تاني غيره، ما فيني أترك إحسان وأمشي. يا ترى لو وين أخدينه؟ على مهلك، على مهلك، مسيك منيك، على مهلك. شوي إحسان، إحسان خديجة. انت شو اللي جابك لهون هلا؟ اجيت لهون مشان شوفك، انا ما فيني اروح من هون بدونك، تركت ابني محل ما قلت لي، يلا خلينا نروح بسرعة. امشي احسان، ما بدي حدا يشوفنا. شو فكرة فينا نهرب هالسرعة هي؟ انت وعدتني بهالشي، شو نسيت؟ لتكون ما بقى تحبني مثل الاول، فيك تفهمني ليش عم تعمل هيك؟ قلي. أكيد لساتني بحبك وبعمل أي شيء كرمالك، بس هلأ الوضع صعب، الحراس متوزعين بكل مكان، ضغري بيمسكونا، بدنا ننتظر ليصير ليل. أنت شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ابني تاركته بالمغارة، يعني مستحيل أتركه لحاله، إذا ما وصلت بسرعة ما بعرف شو بيصير. يلا الله يخليك، ما في وقت. دقيقة، لازم نعمل خطة بالأول، هيك ما بيمشي الحال، انطريني لأرجع. قبل شوي مات هاد، وهلأ جنازته، رح نستغل هالفرصة هلأ مشان نهرب من هالمكان، فهماني علي؟ هالشغلة مانا سهلة أبدا، يا ريت ما رجعتي لعندي. سوسن عم تدور على ابنك بكل مكان، مروان صار عنده علم بالقصة كلها. اللي شو كان فيني أعمل؟ صدقني ما كان فيني أتركك. تمام، رح خبر سوسن انه هذا الشخص مات وارجع لك فورا. ايه امرك سيدي، رح لاقيهم، اصلا هن هربوا الولد من قلب المخفر، رح جيبهم ولو باخر الدنيا، الرجال عم يدوروا بكل مكان. جهز السلاح. لا تخاف، نحن رح نلاقيهم. فاهمني نظام، بدكم تصوبوا على الهدف، ما بدي خطا ابدا. انا جاهز دائما. اسمعني شو رح اقول لك، تاخذ اثنين من الرجال وبتلبسوا تياب مدنية، فهمانين؟ وبتدوروا لي على خديجة والولد. بدكن تروحوا تجيبوا لي اياها لو كانت تحت سابع أرض. بسرعة تحرك، لا تنسى انه التنظيم كله بينخرب بيته اذا ما شفتها. يلا رح جيبها فورا. الله يلعنك، بهدلتني قدام الكل، بس لو فيني اعرف شو عم تخطط.